السلام عليكم. في اون دوزيام فيديو اللي غناقشوا فيها من جديد البريباراسيون ديال لي كونترول ديال لي تكنيسيان سبيساليزي اون جيستيون دونتربريز، معكم زكريا سلامة، دونك فورماتور بالنسبة لي ماتيير دو فينونس اي اون ميم طون دي ماتيير دو تو سكي انفورماتيك. الوغ هنا ليكزارسيس اللي غادي نهضروا عليه، دونك هادو لي زيكزامان د لاني ديرنيير اللي غتحاولوا يعاونوكم في البريباراسيون ديال الاسئله والامتحانات ديال هاد السنه. دونك باغ اكزومبل هنايا نعاودو نشرحو البرانسيپ ديال لي في دو كوميرس. عندنا واحد السيد حمد مثلا غيمشي يبيشري سلعه من عند واحد الفورنيسور، بالنسبه لهاد السي حمد ما عندوش الفلوس، الوغ اش كيدير؟ كيعطي لهاد الفورنيسور واحد لي في دو كوميرس. هاد لي في دو كوميرس كيمكن ما يتسمى ليتر دو شونج او لا يتسمى بي ا اوردر. الا كتبوا الفورنيسور كيتسمى ليتر دو شونج، الا كتبوا حمد غادي يتسمى بي ا اوردر. دونك هنا كتدوز هاد البيعه والشريه، وحمد تيقول بانه راه غيجيب مثلا لهداك السيد كمثال في هاد ليكزومبل، تيقول ليه انا شريت منك 45000 درهم سلعه، ان شاء الله نهار 22 غادي نجيب لك فلوسك، وكيخلي ليه هذاك لي في الكوميرس كيف قلنا الا كان على حساب واش تسمى بي اورد ولا تسمى كومون بو دير ليتر دو شونج ولا تسمى تخيط. دونك ملي كيبقى عنده ديك الورقه، غنفترضوا بان هذاك الفورنيسور دابا هو اللي كيهمنا، دونك عنده فلوس صافي مطمئن بانه بيجيو في 22 جويلي ناخذ الضمانات، يتعامل مع داك حمد مده طويله، دونك ما كاينش مشكل زعما ديال ان احمد ما يجيبليهش الفلوس، اللي سيغ بان احمد غيجيب ليه فلوس نهار 22 جويلي لانه تعامل معاه بزاف ديال المرات، دونك يا با دو بروبليم في هذا البوان. مي اش اللي غيوقع هو انه هذه العمليه تبان، تدارت هذه العمليه البيع اللي هي كوميرسيال بيغمون تدارت نهار 3 مارس. نفترضوا حنا بانه نهار 5 ماي الفورنيسور خصو الفلوس، اش كيدير الفورنيسور؟ بطبيعه الحال ما غاديش يجي يرجع عند حميتي يقجو، دونك اش كيقول؟ فوالا عندي افي دو كوميرس، كيمشي عند البنكه وكيبيع لها داك لي في دو كوميرس، وكيقول لها شوف انا فلوس راه غيدخلوا ليا نهار 22 جويلي. هذيك دونك بين 5 ماي و 22 جويلي، هنا سمحوا لي بان لوبيراسيون، سمحوا لي بحال هذا ليكزومبل اللي كنقراو دابا، يعني ان لوبيراسيون تدارت في لو 3 مارس، سمحوا لي انا بوغ رابلي، يعني ماشي لوبيراسيون ديال البيع اللي تدارت في لو 3 مارس، هاد لوبيراسيون اللي كنشرح دابا هي لوبيراسيون ديال ان الفورنيسور مشى باع هذاك لي في كوميرس في لو 3 مارس. تخيلوا بحال ان هاد الفورنيسور دار هاد عمليه البيع والشراء في لو 5 جونفي، يعني في 5 شهر 1 تباع وتشرى احمد. دونك باش نعاود نقاد معكم الامور، دونك في 5 في شهر 1 مثلا احمد جا شرى 45000 درهم تسلعه من عند الفورنيسور، طرقوا قال له فوالا انت غرضت لك فلوس، قال له من دابا صبر عليا شويه غادي تيسر الامور، غادي يكون عندك لو 22 جويلي غيكون عندك فلوس مزيان. دونك الفورنيسور عارف بان فلوسو غادي يدخلوا ليه في لو 22 جويلي، الوغ في لو 3 مارس الفورنيسور داخل شي سلعه زوينه وواقف على الفلوس، دونك جوج الاحتمالات، يا اما يمشي يقول احمد عطيني الفلوس بطبيعه الحال وداروا العمليه وكتبوا لي في اللي شرحنا قبيله كتبوه بانه راه ما غيجيب لي فلوس حتى لو 22 جويلي والعمليه راه تبات. دونك اش كيدير في هذه الحاله؟ هو واقف على الفلوس، واقف على الليكيد، فلوس ليكيد. اش كيدير في هذه الحاله؟ كيمشي عند البنكه وكيهز هذاك لي في كوميرس اللي سناو وكيبيعو لهم. دونك كنا العمليه البيع تبات في 5 جونفي مثلا، وهاد لي في كوميرس هزو الفورنيسور باعو للبنكه نهار 3 مارس. اش كدير البنكه؟ كتجي عند الفورنيسور بريسك بلو ميم بريسك باش نحسبوا الانتيغي سامبل، كتقول ليه فوالا انا غادي نحسب لك شحال غادي نتي، ولكن ما كتسميهش انتيغي كتسميه اسكونت، حيت تحيد هو الاول وكيكون بري كونتي ماشي بوست كونتي. كتجي البنك كتفق معاه كتقول ليه فوالا غادي نحسب ليك مثلا هنا اش 4% في لو تو ديسكونت، والفري دوسي غيكون فيه 100 درهم وغتكون 70 درهم، عاد غادي يكون تي في ا، تي في ا كتكون الدوله اللي محدده بالنسبه لي بونك لي زوبيراسيون بونكار 10%، وهنا البنك كتقول ليه شوف عندك واحد النهار، هذاك الفرق اللي كنا شفناه قبل، الفرق ما بين لا دوت فالور ولا دوت اوبيراسيون، يعني امتى البنك غتحسب هذيك الاوبيراسيون، دونك يمكن تزيد عليه واحد النهار هنايا بهذا الشكل، دونك هنا البنك زاد عليه النهار. اذا اشنو هو اول مشكل عندنا هنايا؟ هو نحسبوا لا دوري. اذا لا دوري قلنا حنا العمليه البيع راه كانت في 5 جونفي باش ما باقيش يكون عندكم، دونك لا دات غوميز على ليسكونت هي لو 3 مارس، اذا امتى الفورنيسور هز هذاك ليسكونت وباع، دونك حنا ما كنهتموش امتى وقعت عمليه البيع، القرار امتى تيهمنا امتى هذاك لي في كوميرس وصل للبنكه، دونك وصلها في لو 3 مارس، وامتى غادي يرجع لها فلوسها؟ لو 22. الوغ البنكه كتقول لها بعدا بلاتي نشوف شحال المده، وحيت كي قلنا لو طون سا كوت لارجو، اذا هنا كتحسب معاه لو 28 لو 30 لو 31 لو 30، يعني كتبدا معاه من اشنيا هاد لو 28 هي لو 31 موان 3 مارس فيه 31 يوم، تنقصو منها 3 كتعطيني 28، هاد 30 يوم ابريل، وكنبقاو غاديين 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 حتى تنكملو حتى لو 22، لان لوبيراسيون غتقضى في لو 22 جويي، وغتقولي هاد واحد انت علاش غنقول لك رد البال؟ راه تيمكن بعض المرات نكتب لك ان جور دو لا بونك زادو، يعني فرق بين لا دوت فالور ولا دوت اوبيراسيون مثلا. اذا لقينا
142 جور. المشكل الثاني اللي غيكون عندنا هو نحسبوا لي سكونت. الوغ فاش يقول لك كالكولي لي سكونت فما تختلفش على كالكولي اش لانتيغي سامبل دونك لا ميم اوبيراسيون سون اوكان بروبليم اللي غتعطيني 45000 فوا 0.04 فوا 142 سور 360. هنا غادي تكون تعطيني القيمه هي 710. من بعد يجيو كيقولوا لي عطيني سكون ابيل لا فالور اكتويال. شنو هي لا فالور اكتويال؟ بار ديفينيسيون هي لا ديفيرونس ما بين لا فالور نومينال اللي قلنا حنا في ليكزيرسيس ناقص لي سكونت. لا فالور نومينال عندنا هي شحال الفلوس اللي بغا ليا 45000. الوغ نورمالمون البنك كيف قلنا بيسكو سي اوبيراسيون اللي هي اش بري كونتي دونك تتحيد لي سكونت هو الاول دونك شحال غيكون 44290. مي اون رياليتي واش البنك كتحيد لي هادشي؟ البنك لا، بالاضافه لهاد لي سكونت كتحيد لي كوميسيون. دونك داكشي علاش حنا مشينا درنا مشينا حسبنا لي كوميسيون. الوغ شنو هما لي كوميسيون؟ هما دوك فين ما سمعتي فري ولا شي حاجه بحال هكا راه كيتسموا دي كوميسيون. انا عندي جوج لي كوميسيون، فري دوسي وفري داكسبتاسيون. ماشي بالضروره نقولهم لك كلهم في الكور، ولكن اللي اكيد هو انك خاصك تكون فين ما شفتي فري ولا كوميسيون تستنتج شنو هو المطلوب منهم. الوغ هنا غتعطينا 160 درهم. اذا احنا لقينا لي كوميسيون. الوغ شنو هما؟ كنصحوا دابا في ما يسمى لي زاجيو. غيلمو البنكه كتاخد سكون ابيل لي زاجيو. الوغ هنا شحال غيكون عندنا؟ 170 درهم ديال اش لي كوميسيون زائد لي سكونت اللي فيه شحال 710. الا جمعناهم بجوج كيعطيونا 880. الوغ بالنسبه للبنكه اون رياليتي اش وقع هنايا؟ لا جيو تي تي سي، حيت البنكه واش غادي تقول لك عطيني 88؟ 88 هي اللي بغات البنكه، ولكن البنكه كاينه التي في ا. ملي كنقول تي في ا يعني تاكس كتفرض الدوله على البنكه في كل عمليه دارتها، كتبدا عمليه مسجله ودايزه. دونك الدوله كتقول للبنكه غادي تعطيني لابار ديالي في هاد لوبيراسيون باش انا نعاود نردها لهذاك المواطن في دي سيرفيس اخرين. دونك هذا موضوع اخر ديال تي في لو جير. مي اللي كيهمنا هو اش هو؟ انه البنكه ما غاديش تطلب لك بحال كيف تنقولوا في الكوميرسيال كاين 20%، لي زوبيراسيون بونكير فيهم 10%. اذا 10% ديال 880 هي شحال؟ هي 88. كتزاد على لا جيور تاكس بليس لو مونطون تي في او وغتعطينا 968. اذا البنك ملي غادي تقول تمشي عند هذاك الفورنيسور وغيقول لها بغيت 45000 درهم كتقول لها واخا اللهم مرحبا بك سي بون، ما تجيش اللهم يسير لها بنكا. دونك انا كتقول لها مرحبا بك، ابخي اش غادي نقولوا؟ كتاخذ 45000 درهم وكتحيد ليه منها شحال؟ لي زاجيو تي تي سي كامل اللي هما 968 مات. دونك هكا كيولي عندنا هذه هي لا فالور نيت. شنو هي لا فالور نيت؟ يعني غير مو هذاك السيد شحال بيدتي معاه، هو مشى بياخذ 45000 درهم قالت لها البنكه اياه كاينه، ولكن حيدات ليه لا سوم كامله اللي هي 968. دونك خفات ليه لي زاجيو اش تي تي سي. شنو هما لي زاجيو تي تي سي؟ اللي هما 968. يعني بتيت ايرور نورمالمون ماشي 1221، سي جوست الا جينا درنا الكالكول نورمالمون غتكون هي ناقص 968. دونك جو مكسكوز هنا غادي نجيو نديرو جوست ناقص اش 968 هي اللي غادي تنقص على حساب الكالكول اللي درناه جوسكا بريزون. دونك 968 فاصلة. دونك الا درنا الكالكول ديالنا مزيان دونك فاصلة شحال نورمالمون؟ اه فوالا 968. غادي نجيب الكالكولاتريس ديالنا وغادي يبان ليا qu'est-ce qu'on peut faire une affaire de l'opération. Donc c'est exactement il y a une l'amélie des radicaux. Je pense que c'est un peu le calcul c'est un peu chez erreur de mort. Il y en a 45000 on a 968 فوالا. دونك صحيح يبقى شي تلقى شي باغ ايغور بقات هذيك لا فالور. دونك نورمالمون لو ريزولتا اللي عندنا صحيح. ابخي اش كيبقى ليا؟ لو طو افيكتيف. لو طو افيكتيف بحال كيشفنا قبل ما كيتبدلش، حيت فريمون هاد السيد شحال دا معاه؟ واش دا معاه داك المونطون كامل؟ لا اون رياليتي لا. هذا هو لو طو افيكتيف اش كيساوي؟ كيساوي 360 مضروبه فاش في لي سكونت اللي هو 710 في لا فالور مقسومه على لا فالور اكتويال. لا فالور اكتويال اللي حنا حسبناها في الاول في ليكزيرسيس واللي لقيناها بالضبط هي 44290. دونك 44290 مضروبه في عدد الايام عطاتنا 4.06. في الغالب هذا لوطو افيكتيف تيكون طالع على لوطو برينسيبال. كاين عندنا دوت خطوط اللي خصنا نعرفهم. كاين كذلك سكون ابيل لوطو دغوزيان اللي هما راهما كلهم لا ميم فورمول. غير هنا اش كيوقع؟ هنا درنا غير لي سكونت مع لا فالور اكتويال، حيت لا فالور اكتويال باش نلقاها كنقص لي سكونت باش تعقلوا عليها. وباش نلقى لا فالور نيت اش كنقص؟ تنقص لا جيو تي تي سي. اذا تنعوض لي سكونت باش بلا جيو تي تي سي ولا فالور نيت. لا فالور اكتويال كتعوض بلا فالور نيت، وهكا الكالكول كيعطينا 0.0557 دونك هي 5.67. واخيرا تيبقى ليا لو طو دو بلاسمون. لو طو دو بلاسمون يعني كنشوف
نحيد لي كوميسيون، يعني تيبقى ليا غير لي سكونت بوحدو، وكتبقى لا فالور يعني بحالو بحال لو تو دو فيان هو بلاص لي سكونت بلاص لا جي يو تي تي سي كندير لي سكونت، دونك تيعطينا 360 710 على 44 اللي هو 4.080. وفينالمون كنحسبو سكون ابيل لو تو ريال، واللي نورمالمون في هاد لو كا كيكون تري تري انتريسون، كنحيد لا فالور نت وكنبعوضها باش بلا فالور، وكيكون عندي لو طو ريال هو 5.45. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكالكول اللي كانوا في لا فان ديكزيرسيس، واللي كانوا على نقطه 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 نقطه. الوغ لا كيسيون، لي كيسيون اللي جاو من بعد كانوا دي كيسيون تقول كيس كان يفيد كوميرس، دونك كي ديست ان دوكيمون كي جوستيفي اون كريونس كو لو فورنيسور بو فوندر ا لا بونك افون لا دات دي شيونس. هو اللي شرحنا قبيله بالدارجه، لان اش اللي تيكون فيه تيكون فيه لو نون دو كريونس، شكون اللي تلف شكون اللي سلف، ولو مونطون لا دات ديال هذيك لوبيراسيون. البي دوت مع لا ليتر دو شونج اش قلنا، راه هما بحال بحال افيك لا بتيت ديفيرونس، بان دونك نورمالمون كيكون لو فورنيسور دونك سي كي دون لوردر او تيري دو بي اون سون سي بون. يعني هنايا تيكون كاتبها لا ليتر دو شونج تي ان مويان بور لو كليون دو سو فورنير رابيدمون افيك ان ديلي لو كري. دونك هنا راه كيكون كي قلنا لا ليتر دو شونج تجي من عند الفورنيسور بطبيعة الحال، هو البي اوردر دونك سي لانفيرس، دونك سي لو كليون كي ليكري، دونك هو اللي تيعطي لونكاجمون، والفورنيسور هو اللي كي بروبوزي لونكاجمون. دونك شكون اللي استنى شكون اللي بروبوزا الورق. دونك هادشي اللي كان في الامتحان الثاني. دونك جو فو ريميرسي، على لا بروشين ان شاء الله.